السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء، ولكن هذه المرة الضيف من مدينة البوغاز، مدينة طنجة. الضيف اللي معنا اليوم على المباشر فكيتكلم في واحد الأمور اللي هي أمور حساسة وخطيرة جدا. السيد هذا كيتكلم وكيقول على انه عنده واحد البنت قاصر اللي العمر ديالها 15 سنه بالضبط، في هذا الشهر 3 غتكمل 15 سنه. كانت مع الام ديالها كدير يعني مشاهد نوعا ما كما على حسب دائما القول غتسمع معنا، مشاهد اباحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خلى هذا الشيء هذا خلاه هو انه تهزو ديك الحميه والغيره ديال الرجوله ديالو، فملي واجه الزوجه ديالو بهذا الشيء هذا فبغات تهمو وتهماتو بانه كيتحرش بالبنت ديالو، وهذا الشيء هو اللي غادي تستمعوا ليه معنا. ومساله قضيه كما حسب دائما القول ديال الاب كيقول بان الابن البنت ديالو الان كتعاطى المخدرات الصلبه في سن 15 سنه، حسب عنده فيديوهات كيتبتوا داك الشيء، عنده صور اللي غتسمعوا معنا، فخليكم معنا باش تسمعوا القصه ديال هذا السيد هذا. السلام عليكم. السلام عليكم اخوتي المغاربه. اشنو المشكل عندك اخويا؟ انا عندي المشكل ديالي مع المراه، درت معها قلت هذه البنت راه كتستعمل مخدرات كتسرق. لا قبل ما نوصل المخدرات، قبل ما نوصل المخدرات. العلاقه دابا اشنو سبب العلاقه اللي تشنجات اللي تمشكلات ما بينك وبين الزوجه ديالك؟ بيني وبين الزوجه ديالي مع اللي هضرت معها قلت لها هذه البنت راه ما كتقراش، راه كتمشي مع الدراري كتسرق كتستعمل المخدرات كتستعمل بزاف ديال الحاجات، ما يمكنلكش هاد البنت هذه تبقى ماشيه هكذا. عييت معها من جميع الحلول، جات السابعه جات ساقطه فيها، عاودت الثامنه خرجت لينا مباشره. هذا العام رمضان العام اللي فات، هذا العام اللي فات هذا درسنا رمضان ما صومناش ما فطرناش مع بعضيتنا البعض، كل واحد كيفطر بوحديته. اخوها راه حاضر محمد عبد المس خاها دمره راه حاضر وعارف شنو كاين. ما عمرنا الشهر رمضان كامل فطرنا مع بعضيتنا البعض، مني عيدنا العيد الصغير عيدنا الخميس والجمعه والسبت والحد والاثنين. جات واحد السيده كتبرى واحد البنت، قالت لي عمو بنتك فاطمه الزهراء دات لخويا التليفون البارح. تما غادي تفيق انت ملي قالوك راه دات التليفون؟ تما غادي نفطن انايا في اليوتيوب، غنفطن بزاف ديال الحوايج. تما غادي نكتشف اي حاجه. قلت لها اجي تهضر مع البنت، طاحت على ذاك البنت في الدين والمله. ومني تكلمت معها قلت انا مني غاتجي الشرطه لعندي غنعطيهم لاكارت ديالي ونقول لها انت تحمل المسؤوليه ديالي، انما ما بغيتيش تربي معايا البنت، البنت راها قاصره باقي المسؤوليه ديالنا بجوج بينا. قالت لي تسكت ولا نسيفتك للحبس، انت ماشي راجل. سكت قول لي قلت لها كيفاش انا ماشي راجل، راه عندي معك 4 دعايا، اشرح لي اشرح لي باش ان انا ماشي راجل. خصك تقول لي بنتي انت كتحرش بنتك، ما ان هذا ممكن. واش عندها ما يثبت انك تحرشتي بالبنت؟ ما عندها حتى شي دليل، لا عندها شي دليل، انا كنحكم على راسي تقطع. شتي بنتي راه كاينه الشرطه علميه، كاينه الاطباء، كاين الحمد لله الله ينصر سيدنا، كل شيء موفر لسيدنا، كل شيء وفر لنا. الله ينصرو، الله يطول لنا عمرو. انا اللي تحرشت ببنتي نحكم على راسي تقطع. لا ولكن هي علاش قالت لك هذه الكلمه اللي تحرشتي ببنتك؟ علاش ما بغات تنتقم مني؟ علاش بغات تنتقم منك مثلا؟ بغات تنتقم مني، هذه الانسانه خرجت هي بيدها بزاف د الحوايج، هي بيدها خرجت لهذه. واخا وانت يعني حسب فيديوهات اللي وريتينا قلتي بان هاد الام كتستغل الاولاد ديالها كلهم، كتستغل الاولاد كاملين كلهم الصغير بالكبير. الطفل اللي عنده خلق 2014 كتحتم عليه 100 درهم
وعند الشرطة 100 درهم ديالاش؟ 100 درهم يجيبها في النهار. ديالاش فاش غيجيبها؟ يبيع كنينيس ولا يموت ولا يسعاه ولا دبر راسه خصو يجيب 100 درهم. واش عندك انت ما يثبت بان هاد الوليدات راه نيت كيبيعوا كلينيكس وكارو عندك؟ هادشي هذا داك الولد ديته حتى عند وكيل الملك. وقال الوكيل الملك وقال له هادشي في طنجة. طنجة. وقال له كتحتم عليا 100 درهم تجيبها يوميا. واحد النهار قال له جبت 50 درهم وضربتني وسولو وكيل الملك بنفسه قال له باش كتضرب؟ قال له باش ما جبرت كتضربني، باش ما كانت كتضربني. وصافتني وكيل الملك. درتي شكايه بهادشي؟ درت به الشكايه، درت الشكايه به وديته حتى لعند البوليس ودار التقرير ديالو ودفع الدوسي للمحكمه، ولكن ما كاين لا عياط ولا والو، الدوسي ما بغاش يتحرك. هادشي متى وقع؟ انت دفعتي شكايه انت؟ ديال هاد العائله هذا في شهر 12 ديال الدري الصغير. الدري الصغير شحال بعمر الدري؟ خلق 2014 يعني عنده 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. والبنت تويمات هي وخا هذيك التويمات. تويميين بجوج عندهم 8 سنين. 8 سنين. كنت مريح في القهوه في الضغوغيه، واحد البلاصه كيقولوا الحومه الضغوغيه. مريح بحالي بحال الناس كيما مواطن كندخل، دخلت نشرب كاس القهوه عادي. حتى اكتشفت الولاد دخلوا عليا بجوج بيه. عندهم الكارو وعندهم كينيس. دخلوا كيبيعوا داك الشيء بالقهوة. القهوة. ومصورين عندي بالفيديو ديالهم بكلشي. اوكي. ملي دخلوا ولادك تصدمتي انت؟ جاتني الصدمة. مني كنمشي للمخزن كيعطيوها هما الحضانة ديالها، ديال العواول. هاد العواول عايشين متشردين. الحضانة كتعطيها المحكمة ماشي ماشي البوليس هما اللي عطاو اللي زولوا من هاد الاطفال. حيدوهم لك حتى؟ حيدوهم ليا دائرة 11 ديال. علاش حيدوهم لك؟ قال لك الحضانة كتعطى الأم، ما عندكش أنت الحق. كنقول لهم أنا ولادي كنجبرهم في الزنقة كيبيعوا كنينيس كيبيعوا هادي كارو مشردين. كيقول لك لا الحضانة كتعطى الأم. أنا هاد الشيء هذا راه. وشنو قضية البنت اللي قلتي بأن لقيتيها كتشم السيليسيون انت اللي صغيره؟ هذيك الصغيره شحال عندها هذيك الدريه؟ خلقها في 2010 ودابا 12 سنه. 12 عام؟ شهر 6 هذا شهر 6 هذا تكمل 12 عام هذا العام. هذيك الدريه لقيتيها كتشم السيليسيون ملي انت خرجتي من الدار؟ هذه حتى خرجت هذه من الدار، هذه عائله الله عندها شي شهرين هذه العائله هذه. وانت علاش خرجتي من الدار؟ ان انا خرجت ان التهديد من المراه اللي كتقول لي انا تحرشت بنتي دافعه بيا للمحكمه ان انا كنغصص بنتي درت الهادي. انا اللي تعديت على بنتي كنحكم على راسي. لا واش هاد المراه مشات دارت شكايه؟ دارت الشكايه هي الاولى سبقت في الشكايه. اش من شهر درتي شكايه؟ ما نقدرش نقول لك اش من شهر مدبر. واخا اش من شهر درتي انت الشكايه؟ انا حتى شهر 7. شهر 7 ديال 2021 درتي الشكايه. هاد الشكايه اش درتي فيها؟ درت فيها المسائل اللي انا عيطت. سمعك الشكايه؟ نشوفوا الشكايه. ها الشكاية شهر 7 يعني 27 شهر 7. السيد وكيل جلالة الملك بطنجة. طنجة ابتدائي طنجة. واخا ملي درتي هاد الشكاية واش جاوبوك عليها؟ ما عيطوش عليا في المحكمة. درت مشيت لا قبل المحكمة. قبل المحكمة واش عيطوا عليك رجال الأمن؟ مشيت أنا اللي عند رجال الأمن هما عطوني الإرسال لرجال الأمن. ها هو الإرسال أنا تاعي. ولكن في المحكمة ما كاين والو. في المحكمة ما عيطوش عليا نهائيا. كنمشي للمحكمة ما كاين والو. وليت عاود شكاية أخرى. درت شكاية ثانية. عاود زدت شكاية أخرى. شهر 12. هذيك 6 في شهر 12 2021. 2021. 6 شهر 12. عاودت. درت التقرير ديالي عند الشرطة. كيقول لي مشي بحالك هنا نعيطوا لك. واخا الشكايه الثانيه جاوبوك عليها حتى هي؟ البوليس جاوبوني. جاوبوك على الشكايه الثانيه؟ جاوبوني. كيقول لي مشي بحالك تنعيطوك تنجيبوا هاد الناس نسمعوا لهم. هاد الناس ما جابوهمش
نهائيا. ما جابوهمش. ما جابوا لا ام لا بنت لا لا هاد الناس هادو ها هما. واخا انت باش كتهم هاد الزوجه ديالك هادي؟ هاد الزوجه ديالي باش كنتهمها؟ هاد الدليل ديالي باش كنهضر. ديال اش هادوك الصاوب؟ هادي البنت ديالي داخله محل سكن محل زفري. وهاد الخانه كيبيع المخدرات كيبيع الغبره كيبيع بزاف ديال الحاجات. هذيك هذيك الدريه قصير دابا مريحه مع هذاك. محل هذا. دابا هذاك كيتاجر في المخدرات. كيتاجر في المخدرات. في مدينه طنجه. مدينه طنجه، هذه كتكون في الجرده، هذه ديال نتاع الدوله. وهذه اللي في الصوره هنا اللي حاط على صبعك، واش بنتك ولا ذاك الدري اللي كيتاجر في المخدرات؟ هذا هو هذا. يعني هذاك هو نفس الشخص. هو نفس الشخص. هو هذا. هاي هادي بنتي، هاهي هادي بنتي. هادي كاش كدير تما؟ قرب الصورة للكاميرا هنا الفوق. هاي هادشي. هادي كاش كدير هذيك الدرية دابا؟ معاه محل. لا هذاك اللي ما دلاش شناهو؟ قرب الصورة للكاميرا. اشنو اشنو ما دلا تما؟ غبرة ولا الحشيش ولا الفلوس ولا شنو شنو العادية. كلياتي عرفنا. واخا هذاك اللي طالع السطح شكون هو في هذيك التصويره الفوقانيه؟ هادو كيسرقوا هما. قرب. سرقه هو سرق سرقوا هاربوا. بلاتي كيفاش شكون اللي كيوثق هذاك الشيء دابا؟ شكون اللي كيوثق؟ هما بيناتهم ما فهمتش هاد الناس هادو شنو كيعملوا. يعني كيديروا الجرائم وكيوثقوها. كيوثقوها هادو كيديروها وكيوثقوها. هو فين محل زفري؟ سكن زفري. هذوك الصور الاخرين. ها هو السيد، ها برك عليه، ها بالشفرة، ها ومع رجلي. ها هذا كيكريسي فيه دابا؟ كيكريسي. وها السلاح الابيض؟ وها السلاح الابيض. ها واخا. وهذا اللي مضروب في عنقه؟ هذا اللي مضروب في عنقه. هاو فين ضربوه؟ هاو فين هرب؟ ها مني ضربوه هاو فين هرب؟ دابا ضربوا للعنق. هذاك اللي تحت في الصورة مضروب على عنقه، الاخر هربان في هذاك. قرب لينا ديك الصوره الفوقانيه. دابا هذاك ضربوه غادي طالع هربان. طالع هربان. طالع هربان هذاك. غير التذكير للتذكير مشاهدينا الاوفياء. ناحيه الناس كتسائل كيقول شنو واقع. اللي واقع هو هذا السيد هذا جاي من مدينه طنجه، مشى ديكلارا بالزوجه ديالو على انها كتساعد بنتها انها تبان في المواقع التواصل الاجتماعي بصور اباحيه، يعني صور خليعه. ملي تكلم مع الزوجه ديالو وقال لها هذا الشيء اللي كديري فيه راه عيب، قالت ليه غتمشي وغنصيفطك للحبس. قال لها باش غتصيفطيني للحبس؟ قالت ليه راه غادي نقول لهم بانك انت بغيتي تغتصب بنتك. الغصيصه. بغيت كنوضح للناس، كنوضح للناس حيت سولوك اشنو واقع. راه الغصيصه راه دافع للمحكمه. الغصيصه دافع للاغتصاب. دافع للاغتصاب. هاد الصورة شكون اللي فيها؟ هو هذا النيت. ها السلاح الابيض. ها السلاح الابيض. ها انت. ها هو فينا هو السلاح الابيض. ها هو. اشنو هادي مخدرات هذيك؟ مخدرات غبرة. هادي الغبرة هادي. هادي راه الغبرة. كيتناول في مخدرات الصلبة. ايه واخا. ملي دابا انت ملي درتي الشكايه الاولى والشكايه الثانيه، اشنو قالوا لك انت؟ اشنو قالوا لك رجال الامن؟ رجال الامن كيقولوا لك شي حنا هذيك الصوره. علاش هذيك الصوره شنو فيها هذيك؟ السرقه من لقمه العيش. السرقه من لقمه العيش. هي الموت في الشارع العام الحقيقه المره. هادشي واش كيديروه هما دابا؟ كيكتبوه في الحيوط ولا ما فهمتش انا شنو؟ هما اللي دايرين هادشي هذا، ماشي انا. ما لا، واش هادشي كيكتبوه هما في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هما دايرين داكشي هذاك التواصل. كيكتبوه في مواقع التواصل الاجتماعي.
ما راه عندنا مداخله حتى في اليوتيوب. قدمتي شي شكايه في هذا الشيء هذا؟ قدمت جوج شكايات في هذا الشيء هذا. حيت هما دابا كيدو بنتك كيدوها معاهم. بنتي كيديوهم، هما اللي كيديوهم. دابا انت ملي دويتي مع الام قالت لك ماشي سوقك. ماشي سوقك، تزيد هضره وحده نصيفطك للحبس. هذوك راه كلهم اطفال قصيرين دابا. انت كتشوف. هادي هنا كيتناولوا في مخدرات. مخدرات. كيتناولوا في مخدرات هنا. ام هنا كيتعطاو المخدرات هنا. راه مخدرات، راه كلشي كاين تمين. ها هي فين داخله المحل، الباب اللي داخله فيه. هادي بنتك هي الدريه اللي تحت. هي اللي كاينه تحت، ما كايناش شي واحد اخرى، هي اللي كاينه. اشنو هازه في يديها تما؟ كتاب كتقرا. بنت الدراسة هاي. دابا من المدرسة لعندهم. من المدرسة لعندهم، هو جايبها من المدرسة. وهنا هنا هنا البنت كتبان بأنها بحال بخاطرها، ماشي مثلا بالزمنة. ياك؟ حاجة هي الخاطر ديالها. موافقة على الأم ديالها، الأم ديالها موافقة على هذا الشيء هذا. أنا ما موافقش على هذا الشيء هذا. يعني بحال الدرية غادا الدرية بخاطرها. أنا ملي تكلمت على هذا الشيء هذا قالت لي تسكت ولا نصيفطك للحبس. هذه الهضرة اللي خسرت معي. قلت لها واش هذا السؤال اللي كتجاوبني به؟ قالت لي هذا السؤال الأخراني معاك نهائيا. ودارت الدوسي ديالها في المحكمة أن أنا كنغصص بغصاصة بنتي. داك الشيء اللي قال لي عن قضائي. نعم قضائي عيطت وغلطت غير في النمرة. واش بلاتي واش أنت ما عمرك حاولتي تخلق واحد العلاقه ما بينك وبين بنتك، تسولها، تقرب منها، تعرف اشنو واقع، مالها، علاش كدير هادشي؟ ما ملي كنقرب عند هاد البنت هادي كتقول لي انتينا حمار، كتقول انت مكلخ بحال هكا كتقول لك. كتقول لي هادي حيت انت زعما ما قاريش مسكين. ما قاريش انتينا مكلخ، ما قاريش حمار. هادي بنتي كتقولها لي انايا، كتقول لي انتينا حمار مكلخ ما عارفش. كنقول لها بنتي داكشي اللي كدير راه عيب عليك، حشومة عليك، هادشي راه ما غايسلككش واحد الوقت. واخا هاد الدرية انت امتى حسيتي بأن هاد الدرية راه مدمنة؟ امتى حسيتي بها؟ أخر ديال 2020 حس تما جبرت عندها الدرب. كيفاش حصلتيها انت؟ حصلتها قلت لها بنتي اجي عمر لي واحد الكاس ديال الماء. مني شد عمر لي داك كاس الماء البنت كنشوفها مضروقيه، كتمشي هكذا وكتمشي بحال داك بنادم ماشي طبيعيه. ملي جابت لي داك كاس الماء شبرتها من يدها، من هنا ملي شبرتها من يدها طلعت لها الحوايج جبرتها كامله مقطعه اكس ضاربه يديها. ضاربه اكس يديها كاملين. واخا ملي واجهتيها شنو قالت لك؟ اشنو قالت لك في هذيك اللحظه ملي شتيها انت؟ اشنو قالت لك؟ ما اش غتقول لي؟ قالت لي انا حره في راسي، انا شغلك ماشي شغلك فيا. والام اش قالت؟ الام قالت لك انا ما هزت عليا الكتفين ديالها ودخلت بحالها البيت ديالي تبعاتها بنتها. قلت لها هادشي راك انت اللي محمله معايا المسؤوليه، ما كتسمعنيش. ان الام ديالها مجاريه لها في هذا الشيء هذا، ان الام ديالك هي اللي جاريه في هذا الشيء هذا. انا كنقول لها البنت راه باقا تحت الحضانه ديالنا، خصنا نربي ولادنا، هي كتقول لك لا. الانسان انا ما بغاش تفهم نهائيا. عييت مع اجميع الحلول، فيسبوك هو الاخراني سمحت فيه، داكشي ديال الروتين سمحت على حساب داك الاطفال الصغار. كانت كدير الروتين هي وبنتها. هي وبنتها في الفيسبوك. في الفيسبوك. وسمحت. شتي داكشي بعينك انت؟ بعيني. بعيني، هاد العين تاكل الدود. وكيفاش قلتي خالتها هو شافها؟ خاها احمد. باللحيه ديالو تالي هنايا وحلف على كلام الله. فوق كتاب كلام الله سين حزب. قال لها ما تبقاش دير هادشي. قالت له ما باقيش نعمل هادشي، صافي هادي التوبه. وهكذاك والو، انسان اناني، واحد الانسانه انانيه، واحد الانسانه كت ما بغات تبان ولا
فيسبوك وتنشر راسها لا هي ولا البنت باغي يضرب. واخا دابا الوليدات 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 شنو كيقولوا دابا الوليدات؟ هذوك الصغارين كيقول لك با نقدنا من الحبس، حنا في الحبس، حنا في الاعدام. الوليدات الصغيرين؟ الصغارين سليمة وايوب واسماء. واخا هذوك كيطلبوني كيقول لك با نقدنا، حنا راه حنا في السجن في الحبس، نمشيو معاك اي مدينه نمشيو معاك ليله. وهما كاينين فيديوز ديالهم كلشي ديالهم الدراري. عندك فيديوهات بانهم فيديوز ديالهم كلشي ديالهم. حتى ملي دخلوا القهوه بالكار عند الفيديو ديالهم، عند الفيديو ديال الفيسبوك للبنت هذيك اللي عندها 11 سنه، اللي عندها دابا 12 سنه تكمل في شهر 6 تكمل 12 سنه، عامله الفيديو ديال الفيسبوك كتهضر قانوني. هذيك ما كتكذبش، هذيك ما كتكذب ما والو. اطفال عندي مربي، هذوك الصغارين مربيين ما حاملينش الظلم، هذوك الصغارين ما حاملينش هذا الشيء. هذا كيقول لك ما ان هذا منكر. واش الطفل الصغير كتقول له يما هذاك ها هو هذاك كلام الله المصحف وقلت ايام وجرى ذلك يتبرى وضري كنسكنوا فيها كيشرم علينا موالي الضر كيتبرى. وقلت ايام وجرى العيد الصغار، ليش العيد الصغار جات العائلة كتبرى من اختي كتقول له ولا كانت كتسرق سرقة الحي تليفون وماما ما بغيتش نزرات على داك العائله. هذا ولدك؟ هذا ولدي. هذا ولدي اللي كيهضر دابا. راك له ولد ديالي. واخا حيد صافي حيد داك الفيديو. واخا دابا انت اشنو كطالب دابا؟ شنو كطالب انت دابا؟ انا كنطالب خصني تربى، كنطالب الحق ديالي خصني تربى. انا ما تعديتش عليها، الا تعديت عليها واذيتها الحمد لله كاينه الشرطه، كاين كل شيء الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله ينصر سيدنا، عاش الملك. انا كنقدم التحيه ديالي للحموشي، هو المسؤول على الامن، يتدخل بهذه المشاكل هذه. الله يرحم الوالدين، الله يجازيه بخير. انا ما تعديتش عليها، وكنت تعديت ليه؟ انا ما تعديتش، انا كنهضر قانوني. دابا واش انت كطالب بولادك يكونوا معاك؟ او ذاك الطالب ما عرفش شنو؟ اطفال صغارين ثلاثه سليمة وايوب واسماء ما تسحق لهمش هذيك الام هذيك، حاشا ولا تسحق لهم. واش الطفل الصغير بنت صغيره اللي تيفطم يمشي يبيعوا لها كارو كنينيس؟ عيب، لان هذا منكر. يعني وقلتي كتقول لهم ضروري تجيبوا واحد القدر ديال المال تدخلوه في النهار. كتحتم عليه 100 درهم راه ذاك الطفل راه قالها للبوليس. عندك شكايه ديال هاد؟ كاينه الشكايه ديالو هاي هنايا. الارسال ديال اللي عطاوني من الكوميساريه ديال الشكايه ديال انها كتصيفط الوليدات كيبيعوا الكارو وكلينيكس في القهاوي. في القهاوي. هي الارسال اللي عطاوني البوليس للمحكمة. رقم ديال الملف. رقم ديال الملف. ارسال للمحكمة. رقم الملف هذا هو اللي قدمتي به الشكاية ملي لقيتي وليدات كيبيعوا الكارو وكلينكس في القهوة. هذا ديتو حتى الوكيل المالي. واخا كانت شي متابعه من وراء هذه القضيه فاش دفعتي الشكايه ديال الدري؟ واش كانت شي متابعه؟ عيطوا عليها تواصلوا معها؟ عيطوا عليها البوليس، ولكن ما في المحكمه واخا دفعوا الدوسي للمحكمه ما كاين والو من المحكمه، ما عيطوش علينا نهائيا في المحكمه. المحكمه كيعيطوا عليها غير هي في الدوسي ديالها خاص بها هي، ان انا عن قضائي صنع عليا بالغلط. وعندي مكالمات مسجله ديالها على القضاء. قلت له واش ممكن نمشي حتى انايا؟ قال لي انت ما عيطوش عليك. قلت له شنو المشكل؟ قال لي تما باش غادي نعرف المراه راه دايره ليا الغصيصه.
انا مقصص بالبنت. دابا انت ملي دويتي على انك زعما تخليك تربي وليداتك، هي بغات دير لك زعما هذه القضيه ديال انك انت راك مغتصب بنتك. اه ولكن واش هي عندها ما يثبت، عندها شي حاجه كتثبت بانه عندها حتى شي حاجه، عندها شي شهاده طبيه، عندها شي حاجه كتثبت؟ ما عندها والو. لا وباش عرفتي حتى ما عندها والو؟ لا لكن اللي كانت دايره شي حاجه. شحال باش دفعت هي قلتي الشكايه؟ شحال تقريبا دابا؟ هي دفعه قبل مني انا دفعت. شحال تقريبا؟ عام، ست شهور، سبع شهور، شحال؟ ملي خرج رمضان. ملي خرج رمضان يعني قربنا نكملوا عام. قرابين نكملوا العام. وعلاش ما فهمتش، علاش هي دابا دافعه هاد الشكايه هذه المده كلها؟ اه علاش باقا ما تحركاتش هاد القضيه؟ ما عرفتش. ما فهمتش انايا انه عندها شي واحد شرح شحمه في الشاقول من العائله ديالها. اه هو اللي مدخل في هادشي هاد المشاكل هادي. ان الدوسي ديالها هي محرك، انا ديالي راقد. العيال راقد، داك الطفل راقد، ما كيتحركش الدوسي ديالها. واخا انت دابا شنو كطالب؟ شنو كطالب دابا في ختام ديال شنو كطالب انت؟ كنطالب الحقوق ديالي، كنطالب الحقوق هذيك الاطفال، انا اللي نكون الحضانه ديالي، وغيكونوا معي داخل السكن قانوني داخل السكن. انت باقي ما مطلقش منها؟ باقي ما مطلقينش. يعني انتم باقي مزوجين؟ باقي مزوجين، ولكن كيخصني. شحال باش تفرقتوا دابا؟ شحال باش فرقتوا في راس الزوجيه دابا؟ شحال؟ انا خرجت في رمضان، العيد ترمني عيدنا العيد رمضان. من ذاك الوقت لدابا؟ من ذاك الوقت لدابا. انت عايش بوحدك وهي بوحدها؟ هي بوحديتها. اه ولكن الدراري كيعانيو. الدراري كيعاني، الدراري كيهربوا منها وكيجيو عندي انايا. ولكن بلاتي. اه باش نعطوها حتى هي حقها. واش ما نقدروش نقولوا بان هاد السيده تقدر تقول لك اودي انت حيت ما كتصرفش على وليداتك هي خرجاتهم انهم اضطرات انها تخرجهم يبيعوا كلينكس؟ ما نقدروش نقولوا هاد القضيه هادي. اي انا خليتها رزقي راه 7 المنايل الفلوس اللي مخلي انت في الدار. اللي مخليها في الدار، قلت مع اولا غنشري طرف الارض، وداير الكلمه مع الناس باش غنشري طرف الارض. اه باش ما نبقاش انا في الدار ديك راه. هذاك الفلوس فين هي؟ فين مشات؟ يعني ما ديت حتى درهم، انا خليت 7 المليون صحيحه. واخا انت دابا ما كتبانش لك غريبه انها دابا مخلي لها 7 المليون وتخرج الدراري يبيعوا كلينيكس وكارو؟ جاتني غريبه، عجب. راه دابا هذا راه حتى المشاهدين غيتسائلوا والراي العام غيتسائل. انا بيدي حرت في العقليه ديالي. دابا 7 المليون مخليها انت في الدار. نعم. وهي باش تخلي على تتمتع غتمشي تصيف الدراري يبيع كلينيكس، ما كتبانش لك شويه بانها شويه غريبه شويه؟ جاتني غريبه انا، جاتني باش تدخل ليا في العقلية ديالي انا كاع. واش طفل صغير؟ واش الدرية بنتك كيدخل حتى لوحدها دليل، جوج دليل، ثلاثة دليل؟ اه لا بنتك دابا بنتك هذيك القصير اللي عندها 15 عام اللي هي موضوع النقاش. اه واش الآن باقا عايشة مع الأم ديالها؟ باقا دابا مع الأم ديالها، وهي ويماها ما كيدخلوا حتى لجوج دليل، ثلاثة، أربعة صغار. يعني بحال بغيت تقول عايشين الحرية ديالهم دابا؟ عايشين الحرية ديالهم، عايشين الحياة ديالهم. هي عايشه هي والبنت كما بغاو الحياه ديالهم، عايشه الحياه ديالهم كما بغات. واخا دابا انت كطالب بتحريك الملف ديالك؟ اه كنطالب بتحريك الملف. تحريك الملف ديالك؟ اه خصني مسؤول لي تحرك لي الملف ديالي. انا واحد الانسان ضعيف، ماشي واحد الانسان مهادي، انا واحد الانسان كلشي تحت القانون بحال بحال. اه كلشي لا ضعيف ولا قوي، كلشي تحت القانون. انا واحد مواطن بسيط، كنطالب واحد المسؤول الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير يوقف لي بهذه المشاكل هذه، يوقف معي في هذه المشكل. ان انا ما ضارب ما جرح ما مأدي ما والو. كما كيهضروا العائله الناس، تكلمت رجعت ما مزياش، كلمه الحق اصبحت مجرم. ولكن مجرم انت باقي القانون ما جرمكش انت. القانون ما قالش انت راك مجرم. انا القانون باقي ما هضرش. ما هضرش معاك القانون. باقي ما هضرش. حيت الكلمه راه كتبقى الاخرى، كتبقى القانون وكتبقى المحكمه وكتبقى هي اللي كتقول واش انت مذنب او غير مذنب. ايوا. اذا انت باقي الان لحد الان ما كاينش شي اتهام صريح ضدك. باقي ما عارفش راسي انايا. اتهام ضدي انا باقي ما عارفوش. دابا مجرد هي الهضره اللي كتكب فمها. هي الهضره اللي كتقول في فمها. ولكن انت واش شي حاجه كتثبت بانها هي متهمك بانك كتغتصب بنتك؟ وهي اللي كتهضر. عا قالت لك. اه هي اللي. ولكن ما شتيش شي ورقه قدامك وشي حاجه مكتوبه؟ لا. ما شتهاش؟ ما شتها شي حاجه. دابا انت بحال خايف انها تهمك.
قدرت تطيح تطيح الروح هذه ما كانش يمكن تفكر الغبره. قدرت تحشيها في شي واحد شي شفره اصبح انايا ماشي للحبس. تقول لك با قتلي ولا تقول لك هو قتل. ان الانسان ماشي انسان انانيه لا هي ولا البنت. ان البنت ملي تقول لبا تمكلخ الحيوان. دابا حتى المشاهدين كيسولوا قال لك مين جاوك التصاور؟ مني جاوني التصاور من فيديو من اليوتيوب. دابا خديتيهم من اليوتيوب؟ من اليوتيوب. يعني خدي فيديوهات خديتي منهم التصاور؟ خديت منهم التصاور. هذوك الفيديوهات اللي كيديروا هما؟ اه اللي كيديروا هما. خديتي منهم التصاور؟ اه. واش ما يقدروش يكونوا كيديروا افلام قصيره هما؟ والله انا بنتي كامله مقطعه كتنفح كتسرق. اه. انا نقول اودي هاد الناس كيديروا افلام آه. قصيره. هادشي اللي قلت لك قريب. اه. ولكن هاد البنت علاش كتنفح الغبره؟ اه. علاش كتكيف؟ او كاين الفيديو كيهضر عليها الاخ ديالها والاخت ديالها. اه. كتكمي الحشيش كضرب الغبره وبعيني قشعتها قدام الكامبو ديال الزياتن كامبو ديال الكره فوق موتور سي اش. السكنه عندكم انتم فين؟ طنجة برانس. سنانة حي سنانة. سنانة. اه حي سنانة. اش قلتي شتيها بعينك؟ قلتي فوق موتور سي اش. اه. دات للسيد التليفون. انا ذاك السيد اللي دات له التليفون ما قدرت نقرب عنده ما قدرت نواجه. نتفاتوا ليه هي فوق موطور نتفاتوا ليه؟ اه السيد كان كيهضر في التليفون هكذا التليفون داير بحال ما هكذا كيهضر به وما ماشي موطور سي اش. طيرت له التليفون وزطمو هكذا كنشوف بنتي طيرت له التليفون اليد ديال بنتي. واش الشيء هذا الشيء اش من علاقه عنده مع قلتي عصابه ديال المخدرات؟ اش من علاقه عند هذا الشيء؟ عندهم كيبيعوا هاد الناس كيبيعوا مخدرات كيبيعوا الشيش كيبيعوا هادو اللي كتكون معاهم بنتك. اه كيسرقوا كيجريسوا يعني بحال تقول مكونين عصابه. مكونين عصابه بعطيتهم من بعد دايرين عصابه بعطيتهم من بعد. لا جيتي تتبع الواقع ديالهم هما عايشين بالحرام ما عايشينش بحاله. واخا اذا الطلب ديالك الاخر طلب ديالي طلب ديالي الاخر كنطلب الحقوق ديالي كنطلب حقوق ديك الاطفال الصغار ديك الاطفال الصغار كنطلب الحقوق ديالي والام ديالهم خصني تربى. واش عارف بان راه حتى بنتك هذيك الاخرى راه باقا قاصر باقا قاصر هي باقا تحت الوصايه ديالك راه تحت الوصايه ديالك تحت الوصايه ديالي وهي بيدها هي ويماها خصهم يترباو. واش انا مكلخ انا حمار الحمار اللي كيهزوا عليه البرداع والشواري وكيركبوا عليه كيقول له غنغزو زيد انا راني بنادم. يعني كتقول دابا الام اللي كتحرض عليك البنت. اه الام ديالها هي اللي موافقه على هذا الشيء هذا. اه حسبي الله ونعم الوكيل الله ينصر سيدنا عاش الملك. كنقدم التحيه ديالي للحموشي هو المسؤول على الاب. الله يجازيكم بخير الله يرحم الوالدين. شكرا يا جماعه يرحم الوالدين. اذا كيف ما استمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء مشاهدين مغرب نيوز ربما للتذكير فهذا السيد هذا جاء من مدينه طنجه جاء من مدينه طنجه كيتكلم على اساس انه البنت ديالو كنعاود نذكر البنت ديالو اللي في العمر ديالها 15 سنة وكتعاطى المخدرات الصلبة وجميع أنواع المخدرات كتمصاحبة مع واحد العصابة على حسب القول ديالو هو كيف ما كيقول مصاحبة مع شي عصابة كتسرق معاهم فوق الدراجات النارية كتقوم بجميع المسائل اللي هي خارج القانون. ملي كيتكلم هو مع الأم ديالها حيت الدرية كتدخل قال لك معطلة فاش كيتكلم مع الأم ديالها كتقول أنت ماشي سوقك. دائما حنا هذا راي ديال الطرف الاول والطرف الثاني راه من حقه الرد. كيقول بانه ملي كيتكلم مع الام كتقول انت ماشي سوقك لدرجه انه ملي وصل معاه لواحد النزاع اللي هو شويه حاد شويه اتهمته بانه كيغتصب البنت ديالو. اتهمته انه واش عندها ما يثبت او ما عندهاش هذا الشيء هو اللي غادي نشوفوه مع مرور الايام في هذا الملف هذا. إذن إلى ذلكم الحين سنأتي على نهاية هذا البث المباشر. كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.